مش في كل الأحوال الصمت يعني الرضا أو الابتسامة، ممكن يعني القبول والصبر. حاول دايما تقرأ وتفهم التفاصيل قبل الحكم على الأشياء. مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا وحلقة جديدة بألوانة الطبيعية. من عناوين حلقتنا النهاردة: كارول سماحة أعشق المسرح والغناء، هو حيكون اهتمامي الأكبر في المرحلة اللي جاية. المخرج محمد بكير يطرح البرومو الأول لمسلسل حواري بوخارست. مسرحية 3D تجربة مسرحية شبابية ناجحة بكل المقاييس. أنت دائما تظن بها تظنوني؟ تظنوني؟ لقد حضروني لكي تسير ولا ملتفت إليهم. أنطونيو! هنروح لاستعراض سريع لأهم منشطات الصحف المصرية والعربية، وهنبدأ من جريدة المصر اليوم وتصريح للمخرج خالد يوسف. بيقول خالد: سيخرج لنا من هذا الجيل سينمائيين أعظم من يوسف شاهين وصلاح أبو سيف. التقى المخرج خالد يوسف بشباب الجامعة البريطانية في ندوة حول الفن والسياسة. قال خالد إن الجيل الحالي من الشباب عظيم جدا، وهيخرج منه شباب أعظم موهبة من يوسف شاهين وصلاح أبو سيف. ومش في الفن فقط، ولكن هيكون عندنا جيل كامل ماهر وموهوب في العلم وتحصيل المعرفة. دافع خالد يوسف عن غيابه عن الساحة الفنية بأنه مشغول بمستقبل مصر وبيحاول يقدم دور إيجابي في الحياة السياسية. قال كمان أنه بيعشق السينما وما يقدرش يبعد عنها، وأنه قريب جدا هيرجع لعمله بالسينما. لسه معانا خبر في جريدة المصر اليوم بيقول: أميرة فتحي تجسد دور بديعة مصابني في مسلسل الضاحك الباكي. أكد المنتج عادل حسني أنه انتهى من التحضيرات النهائية لمسلسل الضاحك الباكي اللي بيحكي قصة الفنان الراحل نجيب الريحاني، وقال أن الفنانة أميرة فتحي وقعت رسميا على المشاركة في بطولة المسلسل وهتجسد دور بديعة مصابني. نفى كمان ترشح الراقصة سفينار للدور، وقال المنتج عادل حسني أن مخرج المسلسل سعيد حامد انتهى من معاينة جميع أماكن التصوير وهيكون في سفر للتصوير في لبنان وباريس. قال أن المسلسل بيقوم ببطولته الفنان أشرف عبد الباقي وهيبدأ التصوير أول إبريل. المسلسل بيرصد صعود نجم نجيب الريحاني وإزاي خسر والده كل أمواله ومحطات السعادة والحزن في حياته. هنروح لموقع صدى البلد ومعانا تصريح لمدير مسرح الطليعة بيقول: 3D كامل العدد. عبر الفنان محمد دسوقي مدير مسرح الطليعة عن سعادته الكبيرة بنجاح العرض المسرحي 3D واللي بيعرض حاليا على مسرح الطليعة يوميا. شهد العرض إقبال جماهيري ونقدي كبير من بداية افتتاح المسرحية في فبراير الماضي، ويرفع المسرح يوميا لافتة كامل العدد. أضاف كمان فنان محمد دسوقي أن المسرحية بتعتبر أول عرض ثلاثي الأبعاد من إنتاج البيت الفني للمسرح، وبيدعو الجمهور للتأمل والتفكير في كل شيء من حوالينا والفصل بين الواقع والخيال. بيقوم ببطولة المسرحية مجموعة من خريجي المعهد العالي للمسرح، والمسرحية من إخراج محمد علام. كاميرا بالألوان الطبيعية التقت بفريق عمل مسرحية 3D واللي هيكلمونا أكتر عن تجربتهم المسرحية الجديدة. كلما ازددت لك مع بولي زاد حزني إليك. مولاتي لولاك خبر فظيع قد ألمنا بالمملكة كلها. ماذا؟ إن سيدي أنطونيو قد قتل. كانت الناس كلها بتستغرب في الاول خالص ان فكره 3D في المسرح تيجي ازاي يعني، لكن احنا متناولينها من خلال الدراما ومن خلال الديكور ومن خلال حتى المزيكا. من الدراما احنا بنلعب ثلاث شخصيات او ثلاث قصص احنا عارفينهم اصلا، اللي هم انطونيو كليوباترا، ثم اوتيلو ديدامونا، ثم شفيقة متولي. بس كل واحده بثلاث ابعاد مختلفه.
اللي هما فكره ال 3 دايمنشن اللي هو ال 3 دي. المواريث، الحاجات اللي بتوصل لنا من التاريخ، هل القصص دي صحيحه ولا لا؟ فاحنا بنعرض اول القصه الحقيقيه اللي وصلنا الله اعلم هي حقيقيه ولا لا يعني. ثم بنعمل عليها ساركازم، بنشوف القصه دي صح ولا غلط، ثم بنعمل عليها ساركازم اكتر، بيبقى الموضوع فارس كوميدي على القصه الحقيقيه. ده بيمشي معانا في الثلاث قصص الاساسيه. انا بعمل دور انطونيو الجد في الشخصيه الاولانيه، ثم عطيل بشكل هزلي شويه كرتوني الى حد ما، ثم متولي اللي هو بقى العكس خالص، اللي هو مش اللي هو خايف على اخته شفيقه وكده واللي بيقتلها، لا ده هو عايز هو اللي يجرها للرذيله، وهي اللي مش هي اللي رافضه ده. الفكره الاساسيه بتاعتنا على العرض هي فكره الاشاعات وترويجها. بنطبقين ده على اساس ثلاث حكايات احنا جايبينها بثلاث ابعاد مختلفه، سواء على مستوى الدراما او على مستوى الديكور او مستوى المزيكا. فبنحاول نوصل من الموضوع ده، ان احنا لما بنعرض مثلا انطونيو كليوباترا الحكايه المعروفه، هل هي حتى الحكايه المعروفه دي هي الحقيقيه ولا التاريخ بتاعنا فيه بعض الاخطاء اللي وصلنا؟ فبنبتدي نعرض الثلاث ابعاد والثلاث وجهات نظر، وكل مشاهد طبيعي بيميل للوجهه النظر اللي هو عايزها. فهي دي الفكره، ان احنا بنقول في الاخر يا جماعه احنا مش عايزين كل حاجه تتعرض علينا نصدقها من غير ما نفكر فيها ونعقلها كويس قوي، وبعدين نقدر نقول ان ده الصح ولا الغلط. انا بعمل ثلاث شخصيات، عطيل وانطونيو ومتولي. بعمل متولي ده الشخصيه الجد الصعيدي الغيور جدا على اخته وبيذبحها في اخر المشهد. وبعمل الشخصيتين اللي فيهم فارس كوميدي اللي هو انطونيو وعطيل. بنعمل يعني احنا في ثلاث شخصيات بنلعبهم كل على 3 دايمنشن، الثلاث ابعاد. قدم يا انطونيو. شد عضلي. انت بتتعبي قوي. نعم. احنا بنشتغل في قاعة. الشغل في القاعة غير الشغل في المسرح. احنا بنبقى قريبين جدا من الجمهور. ولو اتكلمت هتكلم عن دوري في العرض. انا بلعب دور الجوكر الرابط كل الاحداث ببعضها، يعني مره تشوفيني بحكي القصه مع السايحه بقول لها اللي بيحصل ايه، ومره تانية بتشوفيني وانا داخل جوه الحدث نفسه. فانا بربط الاحداث كلها مع بعضها وبعلق عليها. هو لو بصينا بس للشكل فيه علامه استفهام وفي تفاصيل في العين هنا، هو شويه مين هو الشخص ده اللي موجود في العرض. يعني حتى الشخصيات الباقيه اللي موجوده معروف ان ده انطونيو، ان ده عطيل، ان ده متولي، كل شخصيه معروفه في العرض الا الشخص ده. هو بيطلع بيعمل كل حاجه في المسرحيه، بيتكلم عن المسرحيه وبيعلق عن المسرحيه، فطول الوقت مع الجمهور هم ما بيبقاش عارفين هو مين لحد ما بيفهموا في اخر العرض هو بيعمل ايه في العرض. فبالنسبه لهم لغز. حتى بالميك اب، حتى في دور انا بحبه جدا بعمله الياجو في العرض، هو شويه حد خبيث، فله علاقه بالمكياج برضه. بس متقسم على الشخصيات كلها اللي موجوده في العرض. كلنا بنعمل نفس الشخصيات، يعني كليوباترا، ديدمونة، شفيقه، كل حد فينا بيعملها من وجهه نظر مختلفه. ودي المسج بتاعت المسرحيه، ان كل فكره الاشاعات، ان كل شويه حد ممكن يتعامل مع شخص مره وحد تاني بيتعامل معاه وحد تالت بيجي يتعامل معاه، فكل واحد بيقول كلام عنه بطريقه مختلفه. ففكره ان انت ما تحكمش على حد من غير ما تتعامل معاه او من غير ما تبقى عارفه شخصيا كويس، مش مجرد ما بتسمع كلام ان انت تاخد عنه انطباع معين. دي المسج بتاعت المسرحيه. فكره دوري يعني العرض، انا بعمل شويه الادوار الفانتزي شويه، يعني كليوباترا ببشله وحاجات، وديدمونه كرتون، وشفيقه متدينه قوي وملهاش علاقه بكل الكلام اللي سمعناه عنها. بس يعني ده دوري في المسرحيه. انت دايما تظن بيها تظن الظنوني. اظن الظنوني لقد حضروني انت كثيرا ولا ما تفتكرين انطونيو. فكرنا ان في ناس كتير ممكن ما تعرفش الحكايات اللي احنا بنتكلم عنها، يعني كليوباترا وانطونيو ممكن حد يبقى سمع عنها بس ما يعرفش حقيقه الموضوع ايه. كذلك عطيل وديدمونة، مش كل الاوساط تعرف عطيل ولكن كلنا برضو بنسمع عنه. فاحنا مقدمين الحكايات في البدايه، اول لوحه في كل حكايه بتبقى هي الحكايه الجد التراجيدي اللي معروفه عامه في العالم كله او الناس كلها تعرفها يعني. بس في لو حد اللي بعد كده بنبدا نشكك، فهل هي فعلا
الحقيقة زي ما متصدر لنا في التاريخ أو في كتب الدراما والمسرح أو حتى في الموروثات الشعبية زي متولي وشفيقة؟ هل الحقيقة دايما هي اللي احنا شايفينها ولا ممكن يبقى فيه أبعاد تانية للحقيقة؟ وهي دي فكرة العرض، فكرة الثري دي، كل شيء في الحياة ممكن يبقى ليه أبعاد أخرى احنا مش شايفينها. فهي دعوة للناس ان لا، تعالوا نفكر، تعالوا ندور على الحقيقة، لأن الحقيقة كلها يعني نسبية إلى حد ما، فحتى الحقيقة أكيد نسبية. فدعوة للناس ان هي تفكر مرة والتانية والتالتة، الثري دي اللي احنا عايزين نوصله للناس، ويا رب يعجبكم العرض ان شاء الله. كليوباترا لقد اصبحت قويه جدا، الورده التي اهديتها اليك لاسقيها كل يوم. ولماذا تقول كل هذا انطوني؟ بعد ايام ساذهب الى المعرض، وربما تكون هذه الورده إدارة مهرجان تطوان السينمائي واللي بيقام في المغرب بتكريم النجم أحمد عز في دورته رقم 21. أكدت جريدة المصري اليوم أن التكريم عن مجمل أعمال أحمد عز هيتم عرض فيلم المصلحة للاحتفاء بالنجم المصري. كمان هيتم تكريم الفنانة وزيرة الثقافة المغربية سوريا جبران. من ناحية تانية بيشارك الفيلم المصري أسوار القمر بالمسابقة الرسمية للمهرجان، وبينافس فيه 28 فيلم روائي طويل. وهيحتفل المهرجان بالراحلة السيدة الشاشة العربية فاتن حمامة، والراحل كمان خالد صالح. هنروح دلوقتي لأهم الأخبار السريعة اللي معنا. أكاديمية الفنون تمنح الدكتوراه الفخرية للفنان العالمي أميتاب باتشان. أحمد السقا يسافر الغردقة لتصوير ذهاب وعودة. أسرة مسلسل ألف ليلة وليلة تنتقل للواحات لتصوير 10 أيام. مدحت صالح يعقد جلسات عمل مع محسن جابر لاختيار كليبه الجديد من ألبوم استنى. نجلاء بدر تواصل تصوير الصعلوق في المريوطية. سماء المصري تعلن بيع قناة فلول لرجل أعمال عربي. اسمحوا لي نروح لفاصل ونرجع لكم مرة تانية علشان نكمل باقي فقرات حلقتنا النهاردة. استنونا. هنروح للفنانة اللبنانية كارول سماحة، واللي تم تكريمها مؤخرا من قبل جريدة الأهرام عن مجمل أعمالها الفنية. الحقيقة إن كارول سماحة بدأت مشوارها الفني من خلال الرحبانية، قدمت أعمال مسرحية غنائية مختلفة وحققت نجاح كبير وبخطوات ثابته جدا. قدرت انها تكون سوبر ستار، وقدرت كمان انها تقدم اكتر من ألبوم غنائي ناجح، بالاضافه لتقديمها الاعمال الوطنيه المميزه منها وحشاني بلادي، الشرق العظيم. وكان لكارول تجربه تلفزيونيه مميزه، وهو كان مسلسل الشحروره، واللي قدمت الحقيقه من خلاله دور للفنانه الراحله صباح. وبرغم من نجاح المسلسل إلا أنها قررت أنها تبعد عن أعمال السيرة الذاتية. كان لينا لقاء مميز مع الفنانة كارول سماحة، ولا تكلمنا أكتر عن أعمالها الفنية. أنا بتشرف بهالتكريم هيدا وبهالدعوة، وكان إحساس هيك غريب لما دخلت العمارة دي عشان عارفة كمان إنه اللي أسسوا جران جريدة الأهرام هم كانوا لبنانيين، وده فعلا يعني دليل على من الوقت هداك القديم، يعني هداك الوقت قديش هالتبادل الثقافي والفني والحضاري والصداقة بين مصر وبين لبنان مستمرة لغاية دلوقتي يعني. فكان هيك شعور جميل جدا اني اكون معاكم النهاردة وبشكركم، وان شاء الله يا رب الاعمال الجديدة والحاجات اللي بجهزها تكون كمان على قدر ما انتم متوقعين. ان شاء الله اقدر اسس حاجة هنا فنية مش هقدر اتكلم عنها دلوقتي، يعني هاسس حاجة ان شاء الله زي ما في اللبنانيين تركوا اثر هنا في الثقافة المصرية، اقدر كمان يا رب يوما ما يعني اسس حاجة هنا
للفن المصري والعربي. يعني هو شوي مسلسل الشحرورة كان محطة مهمة جدا في حياتي وصعبة في نفس الوقت، كان يعني أنا أصبت بإرهاق شديد. طبعا انتوا عارفين انه السيرة الذاتية لما اي ممثل بيخوض تجربة السيرة الذاتية بيتعب منها كتير وبيفضل فترة طويلة بيحتاج انه يطلع من الدور والشخصية. طبعا هي الشحرورة لسه عايشة معايا لغاية دلوقتي يعني، وبتوحشني قوي، وانا كنت قلت انه هاخد استراحة من التمثيل ومسلسلات خاصة عشان هي متعبة جدا لما تصور 5 شهور واربع شهور وست شهور. كنت صراحة اخدى استراحة وما كنتش عايزة امثل في المرحلة دي، لكن في المرحلة الجاية حيكون في مش بس مشروع مسلسل، يعني حيكون في حاجات كتير، وانا من الاشخاص اللي ما بتكلمش عن المشاريع المستقبلية الا ما اكون يعني مثلا قبل الافتتاح باسبوعين بثلاث اسابيع، عشان كده ما بتكلمش كتير بفعل. بالنسبة للمسرح هو حيكون اهتمامي الاكبر في المرحلة اللي جاية. يعني انا خريجه مسرح، معي ماجستير في الاخراج المسرحي، ده اختصاصي اصلا، وانا ابتديت ممثله مسرح بعدين انتقلت على الغناء عشان كمان كانت يعني طموحي كان الغناء والموسيقى. لكن بصراحه المرحله اللي جايه هيكون تركيزها اكتر على المسرح وخاصه المسرح الغنائي في مصر، فعشان انا يعني لاحظت ان المسرح ده مش موجود حاليا في مصر، ودي حاجة تحزن جدا. وانا بعد ما عملت استعراض السيدة في لبنان وكان لقى نجاح فظيع، كنت فعلا هعمل استعراض السيدة في شهر 9 اللي فات. في فترة كنت خايفة على السينما المصرية عشان شفتها رجعت لورا، الانتاج قليل جدا، كانت الناس لهفت الجمهور المصري على الفيلم العربي كانت اهم بكتير من كده. مؤخرا انا كنت عايزة يعني اني احضر كل الافلام العربيه اللي بتنزل مصريه، وحضرت في السنه اللي فاتت حضرت فيلمين 3 4، كنت حريصه اني اشوف اللي هم وصلوا فين، المستوى فين، الانتاج. ساعدت بجيل جديد من المخرجين مصريين، مثلا في فيلم لا مؤاخذه كتير لفت انتباهي، كتير معمول بطريقه حلوه ومضمون، والسيناريو والرساله اللي وصلها. قبل كان اجاني عروض سينما ما كنت حسيت، يعني قبل الشحرورة كان عندي عروض سينما ما كنت حس يعني الادوار لإلي، يعني ما كنتش مقتنعه انه ده الدور اللي لازم اخش فيه السينما. من بعد الثوره بقت يعني الحاجات ترجع لورا وحتى العروض قلت، فبتمنى انه المرحله الجايه كمان ارجع ادخل السينما. حبيت في الكليب ده وبعتبره اغنيه ملحميه، عملتها مع اوركسترا الاوكرانيه بكييف، 80 عازف، وكمان عملتها صورتها في تونس، ولعبت انا دور الخير ودور الشر ودور الشيطان ودور الملاك، وازاي الارهاب بيعمل ايه دلوقتي في العالم العربي، التفكك، الطائفيه، القتل باسم الدين، الحاجات دي كلها شفناها في فيديو كليب الشرق العظيم. وفعلا يعني ده انا بفتخر انه ده بصمه في حياتي، وبحب ان كل سنتين اقدم عمل غير تجاري يكون يتكلم عن قضيه، زي مثلا اغنيه وحشاني بلادي اللي اخذت هنا نجاح فظيع، يعني كمان كان موضوعها وطني. والشرق العظيم بعديها، وان شاء الله بعد سنه سنتين كمان نعمل عمل في له علاقه بالقضيه الوطنيه. يعني اكس فاكتور انا لسه يعني ما حضرتش حلقه كامله عشان احكم، يعني انا بصي عمري معروف عني باي مقابلات، بعمري ما سمحت لنفسي اني اقيم غيري، يعني الجمهور هو اللي بيقيم. طبعا هم في النهايه فنانين محبوبين وعندهم شعبيه كبيره وناس بتحبهم، يعني الناس بجميع الأحوال هتحضرهم عشان بتحبهم. دلوقتي إيه رأي الناس ده، دي حاجة بترجع للناس، بس أنا ما أقدرش يعني أقيم غيري. بالنسبة للبرامج الهواة كلكم عارفين إنه خلاص يعني بقت تصير شوي مكررة، يعني وهي صارت تجارية أكتر ما فعلا ترعى نجوم. أنا بلاقي إنه ما فيش مانجمنت، يعني ما فيش إدارة أعمال للناس اللي بتنجح واللي بتطلع. هما بينجحوا وبيعملوا لهم هيك شوي بروباغندا اول ما يطلعوا، بعدين في السيزن اللي بعده ننساهم ويطلع ناس جديده واشخاص جديده، وما فيش على الارض فعلا ناس بتتابعهم واداره اعمال
لشخصية كل فنان منهم، لأن كل واحد لازم له معاملة خاصة. ألبوم أو ألبوم دلوقتي بجهز لألبوم هيكون مفاجأة، يعني مفاجأة كبيرة، عشان هينزل إن شاء الله بأواخر 2015، هيكون فيه 14-15 أغنية، وألبوم ده هيكون فيه حاجة مفاجأة زي وحشاني بلادي، بس مش موضوع وطني، يعني أخذ حاجة قديمة ومغيرها عاملها حاجة تانية، فهتكون مفاجأة في الألبوم ده. وكمان هيكون في تعاون مع أسماء جديدة من مصر، شبان جيل جديد من الشعراء والملحنين، يعني طبعا أنا بشتغل مثلا اسم جديد، في شريف بدر، في إسلام زكي، في طبعا أصدقائي محمد رحيم ومحمد يحيى، بشتغل معهم دايما وأواخر 2015. طرح المخرج محمد بكير على اليوتيوب البرومو الأول من مسلسل حواري بوخارست، واللي مقرر عرضه في رمضان المقبل. المسلسل بطولة أمير كرارة ودينا ومي سليم. بتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول رجل اسمه سيد بوخارست، ويمارس لعبة الملاكمة بحرفية عالية، لكنه ما بيقدرش أن يتزوج من حبيبته اللي بتربطه بيها علاقة حب من الطفولة، علشان كده بيقرر السفر للخارج. المسلسل بيجمع بين الفنان أمير كرارة والسيناريست هشام هلال والمنتجة دينا كريم للمرة الثالثة طبعا على التوالي، بعد مسلسل تحت الأرض ومسلسل كمان أنا عشقت. طالما بعد نشوف جزء من برومو مسلسل حواري بوخارست. النهاردة بيتوه مني، بيضيع. أنا عارف إني خنت الأمانة والوعد، بدل ما ربيه بإيدي رميته في حضن غيري عشان أنجي روحي. كنا منبص في خلاق بعض وما منعرفهاش، ملامحك هي اللي فكرتنا ببعض. حاسه اني حطيت راسك في الطين، بس ورحمه ابويا ما كنت اقصد اعمل كده ابدا. كل ليله بتعدي عليا من غيرك بتوجعني، وكل ما افكر ان احنا هنقرب الاقيك بتبعد. وصلنا دلوقتي لآخر فقرة في البرنامج وأهم التعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر. وأول تعليق معانا النهاردة كان المخرج حسني صالح. حسني صالح بيقول: انضم أخيرا تيم الحسن وسلافة وخرجي ونيلي كريم إلى مسلسل حدائق الشيطان 2 والتصوير قريبا. الفنانة دولي شاهين: حب الحياة أقوى من الإرهاب، ربنا يحمي الوطن العربي بأكمله. منى جلال: أبدأ قريبا تصوير المخلوع والمعزول. المخرج أحمد مدحت: أصور حاليا مسلسل ظرف أسود لرمضان القادم، والمسلسل بطولة عمرو يوسف ودرة، يا رب المسلسل يعجبكم. لقاء سويدان: أنا شقيقة أحمد إساف ومسلسل ذهاب وعودة في رمضان، انتظرونا. وأخيرا الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بتقول: مشغولة حاليا بتصوير مسلسل 24 إيراد مع الفنان عابد فهد. لحد هنا انتهت فقرات حلقتنا النهاردة، استنوني كل يوم في نفس الميعاد من السبت للأربع، وما تنسوش بعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك بالألوان _ الطبيعية @dreams، وعلى صفحتنا كمان على تويتر ناديا دريم تي في. أشوفكم بكرة إن شاء الله.